بسم الله، نبدأ محاضرة اليوم. هنبدأ دلوقتي إن شاء الله نتكلم عن امتحان القبول الخاص بقسم الترجمة الإنجليزية، وهو يعتبر امتحان متخصص في اللغة، وبالتالي فطبيعي إن يكون الأسئلة اللي فيه هي متعلقة بمهارات اللغة. والمهارات اللي إحنا بنتعامل معاها هي بتكون English structure. Structure يعني إيه؟ Structure يعني جزء خاص بالفوكابلري، خاص بالكلمات أكيد، وجزء تاني خاص بال structure، وال structure دي أو ال expressions اللي هو فيها جزء كبير جدا من grammar. وكنا اشتغلنا قبل كده إن في حاجات كتير جدا تحت grammar، زي part of speech، زي preposition، زي noun، زي verbs. كل حاجة لازم نكون عارفين عليها بعض الأساسيات اللي تخلينا نقدر نحل. كمان مهم جدا ان احنا نعرف ازاي نعمل ترانسليشن، وده طبعا معتمد على كم فوكاب يكون كويس، او مش لازم نكون حافظينه، ولكن يكون في عندي على الاقل مهاره التخمين، اني اقدر اخمن المعنى. فبالتالي مش لازم كل كلمه اكون حافظها، ولكن ممكن اكون بقدر اخمن معناها من السياق، حاجه اسمها كونتكست. كونتكست يعني السياق. وكلنا تقريبا موجودين على الشانل الخاصة بالترانسليشن الخاصة بي على التليجرام، هتلاقوا مجموعة فيديوز بتشرح ازاي نقدر نستنتج المعنى، وازاي نقدر نترجم طبقا لحاجة اسمها كونتكست يعني السياق. طيب، مهم جدا كمان ان احنا نعمل رايتنج، ودي الحاجة الوحيدة اللي مش بتكون بابل شيت، او مش بتكون تشويس او مالتيبل تشويس، مش بتكون بالاختيار، ولكن بتكون بالرايتنج او الكتابه الحقيقيه. وطبعا زي اي امتحان انجلش بيكون في حاجه اسمها كومبريهنشن، قطعه وبنحل عليها اسئله. طيب تعالوا الاول نبص كده ونشوف مع بعض اول جزئيه خاصه بالامتحان، وهنعمل شير كده ل بورت، عايزكم تشوفوه معايا، وعايز أوريكم الأول إذا كان الامتحان هيكون بابل شيت فهو هيكون عامل إزاي. يعني إيه بابل شيت؟ شكله عامل إزاي بابل شيت ده؟ وهحل فيه إزاي؟ شكل امتحان البابل شيت عامل كده، وطبعا يعني حسب عدد الأسئلة. طبعا هو هنا علشان فيه أكتر من بارت يعني، ولكن طبعا أنتوا هيبقى عندكم يعني بارت واحد مترقم بعدد الأسئلة. وبيكون الحل زي ما انتم شايفين كده، بتشوفوا السؤال وبيكون معاكم دي اسمها answer sheet بتاعتكم اللي بتجاوبوا من خلالها. ودي بنجاوب بقى من خلال الجزء الخاص بيها، بنظلل. وخدوا بالكم ان التظليل لازم يكون بالقلم الرصاص، فاحنا لازم نروح ونكون رايحين الامتحان بقلم رصاص وجومة علشان نقدر إن إحنا نظلل الإجابة. خدوا بالكم إن ده امتحان بيتعلم عن طريق سكانر كده خاص بالكمبيوتر، ما بيقراش غير التظليل الرصاص فقط، وبتكون في معانا جومة كده، يا ريت تكون روترنج بيضة، ويا ريت يكون القلم 2B برضه عشان يكون تقيل، وبنظلل بالطريقة دي. يعني مثلا لو نمبر 1 الإجابة بتاعتي مثلا نمبر بي، يبقى في الحالة دي هنظلل نمبر بي بالطريقة دي، هروح عند بي وأظلل الدايرة بتاعتها بالكامل، يعني تكون عبارة عن دايرة مظللة بالكامل. لو نمبر 2 مثلا هي نمبر سي، فهظلل نمبر سي بالكامل، أظلل الدايرة كاملة بالقلم الرصاص بالشكل ده، وهكذا. طبعا بيكون عندنا الأسئلة في ورقة الأسئلة، وبيكون دي اسمها answer sheet، فبشوف السؤال. وخدوا بالكم كويس جدا كمان التركيز، ما ينفعش بالقلم الجاف، لازم بالقلم الرصاص. كل دي تنبيهات مهمة جدا جدا علشان ما يحصلش أي conflict في الامتحان. ده شيء مهم جدا كان لازم ان احنا نبدأ بيه ونأكد عليه علشان نفهم طريقة الحل اصلا هتكون عاملة ازاي. طيب ايه اللي المفروض ان احنا نكون عارفينه بخصوص الامتحان، او زي ما اتفقنا ايه هي الأسئلة اللي ممكن انها
تكون مهمة في الامتحان. زي ما اتفقنا، في جزء خاص بالستراكتشر أو بالجرامر، وده اللي هنبدأ بيه دلوقتي، اسمه Structure and Written Expression، وده بيكون كل ما هو متعلق بتركيب الجملة، وطبعا دي علاقة طبعا بالفوكاب. ما فيش حاجة في الإنجليش ما لهاش علاقة بالفوكابلري، ما هو طبعا لازم أكون عارف معنى كل حاجة أنا بجاوبها. طيب الجزء الخاص بالستراكتشر، وزي ما اتفقنا خلاص احنا فهمنا طريقة التظليل، الجزء الخاص بالستراكتشر ليه طريقتين. طبعا احنا هناخد كل حاجة بالزيادة، يعني ايه؟ يعني احنا هناخد الطريقتين، هي ممكن تكون طريقة واحدة بس اللي موجودة في الامتحان، ولكن احنا هناخد كل الاحتمالات لدرجة ان انا هختم بان كمان ممكن افترض ان الامتحان اصلا مش بابل شيت ومش مالتيبل تشويس اصلا ومش اختيار، وانه امتحان مقالي عادي. في الحالة دي هنعمل ايه؟ طيب يبقى ناخد الاول اول اعتبار على ان الامتحان بابل شيت او مالتيبل تشويس في الجزء الخاص بستراكشر او الجزء الخاص ب expressions and structures. زي ما احنا شايفين كده، اول حاجه بيقول لي اول sentence geysers have often been compared to volcanoes. They pose emit hot liquids from below the earth's surface. اوكي، يعني احنا عايزين هنا نختار ايه؟ طبعا احنا لازم نقرا السنتنس الاول بنفهمها على قد ما نقدر، وبعدين بنشوف التشويس، ويا ريت نشوف الفور تشويس كلها. واضح هنا ان هو عايز حاجه اسمها conjunction، يعني واضح انه محتاج رابط. هو واضح ان كده هو محتاج conjunction او linking word او رابط يربط ما بين الجملتين. بص احنا بنفكر ازاي، انا قريت الجملتين، واضح انهم جملتين ناقصهم رابط في النص. حلو جدا، يبقى انا لازم افهم كويس الرولز بتاعت الروابط زائد معناها. يعني في جمل اصلا او روابط اصلا مش هتمشي مع الجملتين، لان الروابط ليهم انواع. يعني في نوع اسمه اديشن بيديني اضافه، في نوع اسمه كونتراست بيديني تناقض، في نوع اسمه ريزن اند كوز بيديني سبب ونتيجه. حلو جدا، يبقى انا لازم افهم الاول معانيهم ايه فعلا. هي ديو تو معناها بسبب، يعني يجي وراها سبب، بس بيكوز برضو يجي وراها سبب. In spite of، لا دول خاصين بالكونتراست، بيجي وراهم كونتراست، يعني بيجي وراهم جملتين متناقضتين، يعني لازم يكونوا الجملتين دول ما يمشوش مع بعض، زي but كده، زي although، ففي in spite of، وفي كمان حاجه اسمها regardless of. طيب يبقى احنا كده من حيث المعنى واضح ان في اتنين ينفعوا، اللي هي due to because، لان هم دول الاتنين لهم علاقه بالسبب. ليه؟ لان لما قريت الجمله وفهمتها فهمت ان هو بيقول ان الجازرز دي اللي هي العيون الميه السخنه مقارنة بالفولكينوز اللي هي البراكين مالهم. بيقول ان احنا دايما بنقارنهم ببعض، عارفين ليه؟ علشان هما الاتنين بيبعثوا او بيصدروا سوائل ساخنة من تحت الارض، فهم متشابهين في كده. يبقى واضح هنا ان انا عايز اربط ربط ايه؟ سببي، يبقى due to او because، لان in spite of regardless دول اسمهم contrast conjunction، دول بيربط بيهم التناقض. كويس، طب انا كده هتلخبط، في ناس هتختار because وناس هتختار due to. لا، في بقى ما تنساش اساس الامتحان structure. structure يعني ايه؟ يعني تكوين او تركيب، يعني ايه بيجي معاه ايه؟ ايه بيجي وراه ايه؟ يعني ايه؟ يعني بغض النظر عن المعنى، تعالوا اقول لكم على قاعده مهمه جدا بالنسبه لل due to، بالنسبه لي due to، وبالنسبه لي in spite of و regardless of. طبعا دول احنا اوريدي استثنيناهم وقلنا انهم مش هينفعوني لانهم اصلا معناهم contrast فمش هيجوا معايا، والاتنين دول معناهم بيديني cause او reason فينفع. بس due to و in spite of و regardless of التلاتة دول بيجي وراهم gerund، يعني الverb plus ing، ولكن because هي الوحيدة اللي بينفع يجي وراها sentence، يعني أو close، يعني جملة أو تكوين جملة كاملة فيها subject plus verb زي ما حصل هنا. يبقى اللي حاصل هنا إن عندي subject and verb، subject and verb، أهو أنا عندي هنا sentence، يبقى في sentence دي في subject and verb، subject and verb. اوكي، يبقى انا عايز because لسببين. سبب المعنى
الميننج طبعا اكيد انا مش هينفع افكر في الاثنين التانيين اصلا من باب المعنى، بس لما فكرت في المعنى لقيت ان في اتنين ريزن، ولكن ستراكتشر بقى دي تو ما بيجيش وراها سنتنس، بيكوز اللي بيجي وراها سنتنس لازم نفكر. طبعا اكيد مش بالتفصيل ده كله، ولكن لازم نفكر ولو بشكل سريع جدا علشان نقدر نوصل للاجابه السليمه، لان زي ما انتم شايفين هي مش صعبه ولكنها محتاجة معرفة جزئين، جزء نوع الرابط والجزء الثاني تكوينه بيجي وراء ايه، بيجي بعد ايه. تمام، ناخد اكزامبل تاني للنوع ده. اوكي، وبيقول لي هنا during early period of ocean navigation any need for sophisticated instruments and techniques. خدوا بالكم العلامات دي مهمه قوي بقى، ومعرفتنا بالكونجنكشن مهم جدا. ليه بقى؟ لان انا لما هلاقي during وفي هنا كوما هفهم ان هو كده مش هختار اي فريز او اي اختيار في كونجنكشن او رابط تاني، هو اوريدي ربط بديورينج وفصل بالكوم، يبقى مستحيل اختار so that اللي هي رابط اصلا، رابط مع رابط، لا هو رابط واحد، واللي يأكد لي انه مش محتاج رابط مكمل ليه، لان خدوا بالكم ان في نوع اسمه paired conjunction، يعني في بعض الروابط بتكون متكونه من جزئين، جزء محطوط في الاول وجزء بستخدمه في النص، ولكن وجود الكوما بيأكد لي ان الكونجنكشن دي هي منتهيه، والكوما معناها بدايه الكلوزي الثانيه، فمش هختار رابط ثاني، ما ينفعش اختار during مع سوزان، ما ينفعش اختار during مع when. حلو جدا، يبقى كده فاضل عندي اختيارين hardly was و there was hardly. ما ننساش بقى اللي انا قلته من ثانيه، انا محتاج close sentence يعني subject verb يعني جمله كامله، يعني hardly was بالنسبه لي هي ناقصه، ولكن there was hardly هي sentence كامله بادئها بعد الكومه، يبقى عامل during وعامل هنا sentence او close يعني جمله فيها subject verb comma sentence تانية فيها subject verb، فاخترت معاها there was hardly اللي هي number دي. اوكي، يبقى احنا كده فهمنا الفكرة للنوع الاول من ال questions بيجي ازاي وبنفكر فيه ازاي. يمكن اكون جايب لكم الاصعب، ممكن يكون في اختيارات اسهل من كده يبقى شيء كويس جدا، ولكن انا بفهمكم الاصعب وهتفهموا كمان قيمة ده لما تدخلوا في الدراسة الفعلية إن شاء الله. طيب، نوع تاني حابب إني أعرفكم بيه حتى لو مش هيجي في الامتحان الأول أو امتحان القبول الأول، ولكن حلو جدا برضو إن إحنا نشوفه. لما هنشوف النوع التاني من الأسئلة لو ما نفعناش دلوقتي برضو في الامتحان الأول بتاع امتحان القبول، فهينفعنا جدا جدا في الامتحانات الخاصة بالترم بعد كده إن شاء الله. هنا في حاجة اسمها questions choose برضو، خدوا بالكم احنا اتفقنا ان البابل شيت كله تشوز يعني، والانسرز بالطريقة دي زي ما انتم شايفين، يعني في كل الأحوال أنا بختار A B C D، المفروض إن أنا بعلم على واحدة. أوكي، طيب هنا بقى ايه الفكره؟ الفكره هنا انه بيجيب لي سنتنس كامله، يبقى خدوا بالكم ان التشوز هنا مش بختار كلمه ناقصه، التشوز هنا انا بختار واحده من الفور بوينتس دول غلط، غلط من حيث الاكسبشن، غلط من حيث الاستراكشر، المفروض تبقى حاجة تانية، سواء عرفت المفروض إيه أو لأ، المهم أعرف إنها غلط، يعني ممكن حد يعرف الغلطة إنها دي، بس هو مش عارف المفروض تكون إيه، مش مهم، هو مش بيطلب correction، مش بيطلب مني أصحح، هو بيطلب مني بس find the mistake، أوجد المستيك، أوجد الخطأ A, B, C, or D، أني واحدة؟ تعالوا نشوف examples على كده، يعني مثلا، هنا بيقول إيه؟ Gulls are sometimes called rainbow fish because of the male's bright colors. اوكي، طبعا احنا بنحاول نفهم الجمله تاني وبنحاول نفهم ان الجابز دي بتسمى انها رامبو فاش لانها
فيها ألوان كتير جدا. الرينبو ده اللي هو قوس قزح اللي فيه ألوان كتير جدا. تمام، يبقى معنى كده إيه؟ إن في ميستيك. طيب أوصل للميستيك إزاي؟ من خلال دراستي للاستراكشر بشكل سليم. بص أنا هنا عندي مشكلة. إيه هي؟ إن لما قلت R ده هو الفيرب. طيب كويس أوي، لما يكون R هو الفيرب، طب ما كول تبقى إيه؟ هي R verb وكول verb. كويس جدا، يبقى معنى كده إن هما مكملين لبعض. على فكرة sometimes في النص دي معناها adverb، يعني هي ما تنفعش تكون فاصل حقيقي، هي موجودة منهم فيهم، يعني هي كده جاية كأنها مش موجودة، يعني الفيرب هنا اسمه ار كول. يبقى الفيرب كده جاي كأنه كده ار كول، جابز ار كول، هو المفروض إنها ار كولد. ليه؟ لأن ده اسمه passive. مفيش بوتا ستراكشر، باخد بالكم اللي هيدرس الجرامر على شكل ستراكشر هيرتاح جدا، لان ده هيبقى فاهم ايه التكوين اللي ينفع وايه التكوين اللي ما ينفعش. ام از ار واز وير، دول اسمهم فيرب تو بي. حلو جدا، لو جه وراهم فيرب زي كول كده يبقى فيرب تو بي جاي ورا فيرب. مستحيل، اتس امبوسيبل، زي ما قلت لكم انت مش لازم توصل للصح، انت ممكن توصل للغلط. بس هل فيرب تو بي ينفع يكون وراه الفيرب انفينيتيف؟ لا طبعا، فيرب تو بي الفيرب وراه لازم يكون اي ان جي علشان يعمل حاجه اسمها كونتينوس، يعني يعمل مستمر، او انه يعمل حاجه تانية اسمها باسيف فيجيب وراه فيرب اسمه باست بارتيسيبل زي ده كده. سواء عرفت المعلومه كامله او لا، المهم المعلومه الاولى، ما ينفعش فيرب تو بي يكون في وراه انفينيتيف، فبالتالي كول mistake. فهختار letter A في الـ في الـ في الانسر شيت، في البابل شيت. هعلم على ايه؟ لان ايه هي اللي غلط؟ يعني عندي هنا A B C D طلعت B صح وC صح ودي صح، وايه هي اللي طلعت غلط؟ فاروح مختارها هي، يبقى هو طالب مني هنا اختار الغلط وبروح معلم عليها في البابل شيت او في الانسر شيت. دي طريقة مهمة جدا جدا جدا، زي ما قلت لكم حتى لو ما جاتش في الامتحان الأساسي الخاص بالقبول فإحنا لازم نكون عارفينها اللي فيما بعد. طيب ناخد اكزامبل تاني كده، بيقول إيه؟ serving several term in Congress Charlie Chesalem became an important United States politician. يعني واضح انها خدمت لفترات طويله جدا في الكونجرس، فاصبح اصبح حد مهم جدا او سياسي مهم جدا في الولايات المتحده الامريكيه. طبعا بنحاول نفهم الجمله سريعا لان فهم للجمله هيسهل حاجات كتير. كويس قوي. Serving several terms. several معناها many. حلو، فاللي معناه كتير اكيد اللي وراه لازم يكون كتير، وحتى لما ترجمناها قلنا ايه؟ خدمت فترات كتير في الكونجرس. يبقى ازاي في several هنا اللي هي معناها many ويبقى اللي وراها singular؟ ازاي؟ يبقى انا محتاج دي محتاجها plural، محتاجها تكون terms، محتاجها تبقى plural terms. ليه؟ لأن قبليها several اللي هي أصلا equals many، فهي معناها كتير، فلازم يكون وراها plural. يبقى أنا كده فهمت إن serving كانت صح، و an important كانت صح، و politician كانت صح، ولكن term كانت mistake أو خطأ، فعلمت عليها واخترتها في الانسر شيت نمبر بي از ا ميستيك، فاخترتها هي الخطا. ده نوع تاني من اسئله ستراكشر لازم نكون برضو فاهمينها او نتدرب عليها. طيب من خلال السؤالين دول، من خلال اللي احنا حليناه، فهمنا ايه؟ فهمنا ان انا لازم اكون عارف ستراكشر بقى كتير، ستراكشر مش جرامر، مش دروس جرامر كامله، مش هاخد البريزنت سامبل كله بكل ما فيه والباس، لا احنا واضح ان احنا محتاجين ناكد قوي على كل ما يخص structure، هيكل، شكل، تكوين.
اعرف كل الاشكال او الفورمز الخاصه بكل تنس، بكل سنتنس، بكل اكسبريشن. مهم جدا جدا جدا. طبعا اكيد مش هنلم بكل شيء، ولكن يعني على الاقل نفتكر اللي احنا عارفينه، وبالتالي هيكون الموضوع سهل كتير. طيب ايه تاني ممكن يكون خاص بالامتحان بتاعنا غير دول كمان؟ احنا كده اخدنا الخاص بالستراكشر، طيب نشوف في كمان نوع تاني من الكويشنز المهمة جدا، وهي طبعا reading comprehension، ودي موجودة في أي exam يعني. وناخد بالنا كويس قوي إن اللي عايز يحل comprehension صح يبقى لازم يقرأ، عشان بس في ناس برضو بتاخد المعلومة خاطئة ويقولوا في ناس قالت لنا إحنا ممكن نقرأ الأسئلة على طول، ندخل على الأسئلة على طول. لا طبعا، ما ينفعش ندخل على الأسئلة على طول. reading comprehension يبقى معناها إني لازم أقرأ الكومبريهنشن الأول. محدش بقى يقول لي دي طويلة دي قصيرة، لازم نقراها الأول. يبقى في الريدنج كومبريهنشن إحنا بنقراها الأول. بصوا بقى، في طريقة في القراءة اسمها سكامينج، وطريقة اسمها سكانينج، شبه سكان يعني، سكامينج سكانينج. كويس، إيه سكام دي؟ يعني إزاي أعمل قراية بطريقة سكامينج؟ يعني إيه؟ يعني أقرأ بسرعة جدا واحاول افهم اللي افهم هو بيتكلم عن ايه. لو في تاريخ اخد بالي منه، لو في عدد اخد بالي منه، لو في حسبه كده، لو في انواع، لو في اي حاجه مميزه اقدر اني اخد بالي منها كده وانا بقراها. ليه؟ علشان لما اجي اقرا الاسئله اقدر ارجع للمكان اللي فيه السؤال واعمل له سكان. بص بقى، واحنا بنجاوب بقى برجع اخد الجزئيه اللي انا حسيت او عارف من السكام انها اجابه هنا، اقراها بقى بتركيز قوي قوي قوي، ولازم افهم السؤال اصلا. ساعات ناس بقى بتعمل النصائح دي وبرضه ما يعرفوش يجاوبوا او يقولوا ما فهمتش السؤال. ليه؟ لان في بعض الكلمات او بعض الاسئله لازم اكون فاهمها كويس جدا. انا قريت على اساس ان هو هيجيب لي سؤال في حته من الكومبرهنشن او من الباسج دي، فراح جايب لي اول سؤال كده فاجئني، قال لي what is the main idea of the message of the passage. ممكن يقول لي بقى ايه، خدوا بالكم من الكلمات دي، ها كلمات كتير قوي لازم تكون عارفينها، ودي مش هنلاقيها بالظبط في حته دي، هنفهمها من السياق اللي انت قريته ده كله ايه فكرته. فممكن نلاقي كلمه main idea زي ما اللي شفنا هنا، ايه هي الفكره الرئيسيه بتاعت المسج. ممكن يقول لي what is the message of the passage، ايه هي الرساله. ممكن يجيب لي كلمة اسمها purpose، يعني إيه الغرض؟ إيه الهدف من الـ passage؟ يبقى أنا لازم أفهم بقدر الإمكان من خلال قرايتي السريعة اللي أنا عملتها، فهمت إيه الفكرة الرئيسية؟ فبالتالي قدرت أختار منها إيه هي الـ purpose أو الـ message أو الـ main idea. كويس، يبقى ده سؤال مهم جدا جدا لازم تكون عارفينه برضو بخصوص الـ comprehension. تمام، ايه تاني ممكن يبقى مهم في الـ comprehension؟ يعني حاجه اسمها referring، كلمه refers to حاجه بتشير الى حاجه. ساعات يجيب لي بقى يقول لي ايه في in line 5 انا جبت حاجه اسمها this tradition، فيقول لي this دي بتشير الى ايه. ممكن بقى يجيب لي this that، ممكن يجيب pronoun زي it زي he، وساعات بيجيبوا تحتيه خط، فخدوا بالكم ان الكلمه دي مهمه جدا، underlined، فيقول لي مثلا what is the underlined it refer to. refer to ايه؟ بتشير الى ايه؟ ايه اللي تحتيها خط دي بتشير الى ايه؟ اوكي، فده مهم جدا جدا برضو علشان نقدر نحل comprehension. يبقى في الكومبريهنشن مش بس القطعه هي اللي عليها اسئله، في حاجات ورا القطعه لازم نكون فاهمينها عشان نحلها. في كلمات تانية مهمه وحاجات تانية مهمه لازم ناخد بالنا منها ممكن تيجي في القطع. حاجة اسمها title، ممكن بعد ما نقرأ الـ comprehension فيقول لي بقى إيه، أنا عايز حاجة اسمها suitable title. title يعني عنوان، أنا عايز عنوان مناسب. برضه هي نفس فكرة الفكرة يعني،
العنوان المناسب للكومبريهنشن اللي انت قريتها ايه من الاربعه دول؟ طيب حاجه تانية بقى اهم ومعتمده على الفوكابلري، اللي هي برضو هتكون مذاكره شامله كل حاجه، ترانسليشن بقى وفوكابلري وكومبريهنشن كمان. مهم قوي قوي اعرف حاجه اسمها سينينمز وانتونيمز، حتى لو ما جاتش احنا عايزينهم بعدين. وانتونيمز ايه؟ السينينمز والانتونيمز، سينينمز يعني كلمات ليها نفس المعنى، وانتونيمز كلمات ليها عكس المعنى. فممكن يجيب لي حاجه في الكومبريهنشن كلمه مثلا اسمها delighted ويقول لي what is the synonym او what is the meaning of this word، يعني ايه الكلمه دي معناها ايه؟ كلمه delighted معناها ايه؟ طبعا في الكومبريهنشن مش هيجيب لي بقى عربي، هو عايز the same meaning in English. فنكتشف ان delighted دي مثلا synonym من كلمه happy. فواحد ممكن مثلا يجيب لي antonym فيقول لي مثلا كلمة اسمها sad. sad هي antonym، antonym يعني opposite، يعني عكس. عكس مين؟ هي عكس الكلمة happy. فده برضو نقطة مهمة جدا، سواء لدلوقتي أو لبعدين، لازم كدارس للغة الإنجليزية لازم تدرس كويس جدا synonyms and antonyms من دلوقتي، مرادفات والمضادات أو العكس أو المقابلات، الكلمات اللي عكس بعض، كلمات ليها نفس المعنى وكلمات ليها عكس المعنى. لازم أكون مجموعة وحصيلة كبيرة جدا من الأسئلة، من الـ examples دي يعني. تمام، ده كده بارت كبير جدا احنا ناقشناه مع بعض دلوقتي، بيتكلم عن structures. شفنا الأسئلة الـ structure ممكن تيجي ازاي، وشفنا أسئلة الـ comprehension كمان ممكن تيجي ازاي. طيب ايه تاني ممكن يجي في امتحان زي ده؟ امتحان زي ده هو اصلا خاص بقسم اسمه قسم الترجمة الانجليزية. هوريكم طريقة برضو مهمة جدا للترجمة في حالة انها بابل شيت، او في حالة انه تشوز، مش في حالة اني هترجم بايدي. طب هعمل ايه؟ هختار ازاي؟ في طريقة طبعا اللي انتوا هتلاقوها في جروب شانل اللي انا بعتها لكم، هتلاقوا فيها فيديوز فيها طريقة اختيار الترجمة الصحيحة في يمكن في ليفل أعلى شوية. وكويس إن أنتوا شفتوا ده أو شوفوه برضو، للي لسه ما شافوش هتشوفوا من خلال الشانل مستوى أعلى شوية في حل ترانزليشن، هيفيدكم فيما بعد برضو. طيب فيما يخص الآن، يعني هو الموضوع ممكن يجي إزاي؟ أبسط من كده شوية، وزي ما أنتوا شايفين واضح إن أنا بهتم بالأصعب، فلما تتعود على الأصعب أو تشوف الأصعب هيكون الموضوع أسهل كتير. طب ما تيجوا نشوف شكل الترانزليشن أبسط إزاي؟ هوريكم طريقة حلوة جدا هتفهمكم وهتطمنكم بخصوص الترانزليشن دلوقتي. أنا عندي هنا أوكي، المفروض يكون ظاهر عندكم دلوقتي. دي طريقة للترانزليشن، بيجيب لي إني أترجم، بس مش هترجم كله. translate the underlined، underlined اللي خدناها من شويه اهي، words or phrases. word يعني كلمه، ممكن تكون كلمه او phrase، خدوا بالكم كلمه phrase دي برضه احنا عايزينها بعدين. phrase يعني بتكون مجموعه كلمات مش كلمه واحده، فممكن يبقى في كلمه او مجموعه كلمات تحتيهم خط فيقول لي هترجمهم ايه. اوكي تعالوا ناخد example اللي كده، وزي ما اخدنا الاصعب تعالوا بقى ناخد حاجه اسهل. يعني يجيب لي sentence زي كده ويقول لي ايه؟ The country suffers from unemployment. وحاولوا تجربوا معايا بس من غير searching ومن غير جوجل ترانسليت، حاولوا كده من غير جوجل ترانسليت تجربوا وتكتبوا لي الانسرز اللي انتوا شايفينها ايه. The country suffers from unemployment. شايفين الاندرلايند وورد هي مين؟ هي كلمه unemployment. underline واضح انه عايز معناها. طبعا شيء جميل ان هي مالتيبل تشويس او انها بابل شيت في ان هو بيجيب لي اختيارات انا اختار ما بينها. يا ترى هي عماله، بطاله، توظيف؟ طبعا انا بحاول اكون بطيء علشان اديكم فرصه للتفكير والحل معايا. يا ترى ان امبلوي، هل هي عماله، بطاله، توظيف؟ The country suffers from unemployment. Unemployment means
طبعا بحاول اديكم فرصه عشان واضح ان شير سلايد اتاخر شويه، فكده هو هيبقى ظاهر عندكم اهو. The country suffers from unemployment. Unemployment means بطاله. Unemployment means بطاله. اوكي، دي طريقه سهله جدا. يبقى هو عايز يقول هنا ان الدوله تعاني من البطاله، تعاني الدولة من البطالة. طبعا حاولوا ان احنا برضو نتدرب على ان ممكن يكون في احتمال ولو ضعيف ان انا اللي اترجم الجملة كاملة بايدي، يبقى في الحالة دي نحاول نركز في ده. The country suffers from unemployment. فلما نيجي نترجمها كاملة، تعاني الدولة من البطالة. اوكي، طيب واحدة تانية. The FBI. FBI دي اللي هي وكالة استخبارات كده زي المخابرات يعني. Launched a national investigation. What's the meaning of investigation? Investigation. تحقيق، تدقيق، تفريق. مظبوط، هي تحقيق. اوكي، نهل اختار التحقيق. اوكي تمام، يبقى زي FBI launched a national investigation، بمعنى انها تحقيق. نقول عليها ايه بقى، نترجم الجملة كلها ازاي؟ عقدت، خدوا بالكم ان launched لما تيجي تدور عليها هتقولها ايه، اطلقت، تيجي اطلاق الصواريخ. او اوكي يوسف تمام، اطلقت ال الوكالة الاستخبارات الأمريكية. شفتوا الـ FBI ترجمناها إزاي؟ وطبعا هتلاقوا فيه فيديو في الشانل برضو بتاعت التليجرام فيها موضوع الـ abbreviations دي والاختصارات والـ acronyms. أوكي، يبقى هنا هو عايز يقول إن عقدت وكالة الاستخبارات الأمريكية تحقيقا قوميا. خد بالك من كلمة national مش international، قوميا. أوكي، يبقى investigation معناها تحقيق. أوكي، نمسح العلامات بس عشان ما تروحش معانا السلايد اللي جاي. يوسف أند نهلة بليز، هنمسح السلايدز، هنمسح بس العلامة علشان ما تروحش معانا في السلايد التاني. وأيوه شكرا يوسف، يلا يا نهلة. أوكي عشان نشوف السلايد اللي بعد كده عشان ما يكونش فيه بس أي علامة أخرى. تمام، ثانك يو. تمام، تعالوا نشوف، يبقى ده تحقيق زي ما اتفقنا. وتعالوا نشوف. اوكي، we don't want to become just voters. We don't want to become just voters. Voters. What's the meaning of voters? ناخبون، ناجون، متميزون. طبعا voters means ناخبون. اوكي ايوه مظبوط، اهلا انت يوسف. اوكي ثانك يو. اوكي يبقى تعالوا نترجمها كامله، ترجم الجمله كامله. لا نريد ان نصبح او لا نريد ان نكون مجرد، خد بالك من كلمه just هنا، بص ترجمت ازاي، مجرد ناخبون. لا نريد ان نكون مجرد ناخبون. اوكي ثانك يو. اوكي تعال نشوف بعد كده. Any Egyptian politician explained an Egyptian politician explained the matter freely. Politician means زراعي، اقتصادي، سياسي. Sure طبعا نهال، سوري انا عمال اقول نهله، سوري نهال. اوكي so politician سياسي طبعا. اوكي مش اقتصادي ايكونومست، ومش زراعي لانه برضه خاص بالاجريكالتشرست. اوكي سو بوليتيشن يعني سياسي. اوكي مظبوط جدا. طبعا تعالوا نترجمها كامله. ها فسر، بصوا اكسبليند مش بس شرح، فسر السياسي المصري الامر، كلمه ماتر
الأمر بحرية. فسر السياسي المصري الأمر بحرية. Okay. His successor is a good man. His successor is a good man. يا ترى كلمة successor هنا معناها إيه؟ خلفته، ناجح، سلفه. يا ترى إيه المعنى السليم في الحالة دي؟ تمام، في جهاد، محاولة معقولة. أوكي، جهاد ركز في الأنسر الناحية دي. أوكي، يبقى his successor is a good man. ها، يوسف شايف إنها ناجح، وجهاد شايف إنه ناجح. تمام. طيب successor، فعلا كلمة success يعني نجاح، success يعني نجاح، و successful. okay. successful يعني ناجح، successful يعني ناجح، ولكن successor، أيوة تراجعناه، ولكن successor مش معناها ناجح. successful اللي معناها ناجح. هو ينجح يعني succeed، ده الverb صح؟ succeed. بس ده أخده معلومة مهمة جدا وعايزكم تشتغلوا عليها طالما دخلنا القسم ده. succeed يعني ينجح، بس مش المعنى الوحيد، ما فيش كلمة ليها معنى واحد أبدا. تعالوا دوروا كلمة succeed كده معناها إيه تاني غير ينجح. معناها يخلف، يخلف، يخلف. إيه ده؟ يعني his successor. حتى تعالوا ترجموا الجملة، عشان كده بقول لكم ترجموا الجملة. يعني إيه his successor is a good man؟ يعني خلفته، خلفته اللي هو جاي وراه، خلفته اللي جاي بداله، خلفته اللي خلفه، راجل كويس. شفتوا بقى successor معناها خليفة، successor معناها خليفة، وverb succeed نفسه ليه المعنيين، زي ما معناه ينجح معناه يخلف. أوكي، فدي برضو من ضمن المعلومات المهمة جدا جدا اللي احنا حابين برضو نشتغل عليها. تشتغلوا على الكلمات اللي انتوا تعرفوها وشوفوا معاني تانية ليها، يعني هتلاقوا في مفاجآت في الموضوع ده. يبقى هنا successor يعني خلفته. Thank you بالنسبة للبارت ده. تعالوا بقى ايه، بصوا احنا يعني اثبت لكم الكلام ده واعمل لكم زي competition كده، او زي يعني مسابقة يعني، او homework assignment يعني، سموها زي ما انتوا عايزين. دوروا بقى انتوا بنفسكم، ها يعني ايه book، يعني ايه pen، يعني ايه dog، يعني ايه board. ايه رأيكم؟ اربع كلمات اهو، عايزكم تبعتوهم لي بقى، اكيد مش دلوقتي، ابعتوا لي بعد ما نخلص في اي وقت، وقولوا لي الاربع كلمات دول معناهم ايه. اوعى حد بقى يقول لي بوك يعني كتاب، وبان يعني قلم، ودوج يعني كلب، وبول يعني كوره. اكيد احنا عارفين ده كويس قوي، ولكن ده اللي نقصده. بوك ليها معنى تاني غير كتاب، مش معنى، معاني تانية غير كتاب. بان ليها معنى تاني غير قلم، دوج ليه معنى تاني غير كلب، وبول ليها معنى تاني غير كوره. ما ينفعش اكون ترانسليتور او مترجم ما اعرفش ده، ما اعرفش ان بان يعني قلم، يعني ما اعرفش غير ان بان قلم، وما اعرفش يعني غير ان دوج كلب، وما اعرفش ان بول انها غير كوره بس. لا، ما ينفعش، لازم اعرف كل المعاني المحتمله للكلمات السهله البسيطه اللي زي دي كمان. دوروا وبعتوا لي وقولوا. اوكي، ثانك يو فور ذيس بارت. ده كده احنا كده خلصنا جزء كمان الترانسليشن، يبقى كده احنا عملنا كومبريهنشن، وعملنا جزء خاص بالستراكشر، وعملنا جزء خاص بالترانسليشن. وطبعا جزء الترانسليشن ده بالنسبه لي هو اهم جزء، لان احنا اصلا داخلين قسم اسمه قسم الترجمه الانجليزيه. طيب فاضل ايه بقى؟ فاضل قسم رايتنج. قسم رايتنج، رايتنج بقى دي الحاجه الوحيده اللي مش بابل شيت. رايتنج هي الحاجه الوحيده اللي بليز قبل ما تحفظوا حاجات،
ما حدش قال ما تقروش، اوكي، بس انا ضد فكره ايه، خدوا يا جماعه الموضوعين دول او الثلاث موضوعات دول ذاكروهم واحفظوهم هتلاقوهم في الامتحان. ماشي، اقروا وشوفوا كل حاجه، دول ودول ودول، واي حد يدي لنا حاجه اقراها، واقرا كمان من على الانترنت، واقرا من اللي انا هبعته لك كمان. بس المهم، افترض ما جاش ولا حاجه من دول، ولا حاجه من اللي انا قريته، ولا حاجه من الموضوعات اللي توقعها فلان وفلان وفلان، نعمل ايه؟ لازم ابقى عارف اعمل سنتنس. وزي ما اتفقنا، سنتنس يعني لازم يكون في فكر، في ربط، كل اللي احنا خدناه النهارده بنطبقه في الرايتنج. يبقى لما اجي اكتب لازم الانجليش سنتنس تكون سبجكت فيرب وبعدين كومبلمنت بقت ليها تكمله. لازم لما اجي اربط جملتين ببعض اشوف الرابط المناسب اللي هو هيديني اما اديشن او كونتراست او حسب نوع الربط المناسب. لازم يكون في رولز للرايتنج، لازم يبقى في شكل للرايتنج. الرايتنج ليه فيديو برضو كرايتنج بيسكس او كاساسيات للرايتنج، مهمه جدا جدا نشوفها في التليجرام شانل. وبرضو علشان ما نروحش بعيد ويبقى برضو الفيديو ده شامل كل حاجه، فهتكلم معاكم برضو شويه في موضوع الرايتنج. خلاص، فهمنا ان لازم يكون عندي اي سنتنس عايز اكتبها يكون فيها سبجكت فيرب اوبجكت. مش بس كده، الموضوع اللي انا هكتبه، خد بالكم عشان الفورم دي هي الاساس، هي اساس النجاح، ان لازم يكون عندي حاجه اسمها تايتل. يبقى دلوقتي انا هكتب اهو، تمام، اوكي، هتكتب يبقى لازم تعمل تايتل. قالوا لي اكتب حاجه عن الانترنت، اوكي، يبقى لازم اعمل تايتل في النص كده، اوكي، واكتب the internet. وزي ما انتم شايفين الكلام اللي في التايتل بيكون كابيتال ليتر طالما كلام اساسي. لما اجي اتكلم عن الموضوع، بصوا، بنسيب حاجه هنا اسمها اندنت او مسافه صغيره، مسافه كلمه فاضيه في اول الباراجراف اللي انا ببدا. يعني انا عايز اقول ان احنا بنعيش في عصر التكنولوجي، اوكي. يبقى بصوا هنا لازم اقول ايه، بصوا ما دخلتش في الموضوع على طول، لازم اعمل تشويق كده، ولازم اعمل مقدمه للموضوع، introduction. We live in, okay, we live in the age of technology. وكل سنتنس بخلصها لازم يكون اخرها فول ستوب. ويا ريت قبل ما نكتب نكون مرتبين افكارنا الاول، يعني احنا ماشيين في عصر التكنولوجي. ها؟ ومثلا طيب بصوا، هوصل للانترنت ازاي؟ ان احنا عايشين في عصر التكنولوجي. والانترنت مثلا هو اساس الاتصال او التواصل في العالم كله. بص بقى السنتنس الثانيه ببداها منين؟ ببداها من هنا عادي. The internet is the main way او method، طريقه يعني، of communication. هي الطريقه، وطبعا مش لازم تبقى مين، يعني في حد مثلا يقول لي طب انا هختار بدل كلمه مين، هقول بيز، هقول مثلا اي حاجه، اوكي، از ذا بيز اوف على طول، مش لازم يكون افكارنا واحده اكيد يعني. والانترنت هو اساس التواصل او الكوميونيكيشن، خلى العالم كله قريه صغيره، يبقى it makes the whole world as a small village. محتاج ايه عشان اعمل رايتنج؟ زي ما احنا شايفين كل الافكار اللي جات لي اكون بس ملم بكلماتها، اقدر اكون الجمله، بس ناخد بالنا ان كل جمله زي ما احنا شايفين بادئه بسبجكت فيرب سبجكت فيرب سبجكت فيرب، اوكي، وبعد كده ابدا اكمل الجمله. ولازم كل جمله تكون بادئه بكابيتال ليتر زي ما احنا شايفين، واخر كل جمله لازم يكون فول ستوب، ولازم يكون في ترتيب افكار، وببدا من التوتالي او من الاكبر للاصغر زي ما احنا شايفين. يعني الانترنت، يبقى هتكلم الاول عن عصر التكنولوجي، وبعدين الكوميونيكيشن، وبعدين الانترنت، وبعدين اتكلم عن الموضوع نفسه اللي هو الانترنت، بقى ادخل في الموضوع احنا بنستخدم الانترنت في ايه وايه وايه وايه، وفي الاخر بعمل سنتنس اسمها كونكلوجن اختم بيها زي الانترودكشن كده، اقول وي كان نوت ليف without ذا انترنت، احنا ما نقدرش نعيش من غير الانترنت، because it's the base of everything in our life. كأني عملت نفس اللي أنا بدأت بيه ولكن ختمت بيه بس بأسلوب مختلف. طيب يعني لازم يكون عندي المعلومة دي علشان لو أنا اللي مضطر أكتب الموضوع. طبعا لو إحنا
قرينا بقى في كل حاجة، هيكون عندي أفكار وجمل كويسة عن كل موضوع يكون كويس جدا. يعني لو قرينا عن the internet، لو قرينا عن education، لو قرينا عن English، لو قرينا عن open university، عن كورونا فيروس، okay. مهم جدا طبعا، مش بس كلمات ولكن أفكار، عشان أقدر أعمل sentences زي كده. ممكن يكون معايا كلمات بس الأفكار هي اللي هتخليني أكون sentences. فحبيت برضو أوريكم شكل يعني رايتنج في حالة إن ما جاش أي حاجة من الموضوعات اللي أنتم درستوها أو اللي اقترحها البعض. أوكي، يعني تقريبا دي كده كل حاجة أقدر أقولها أو يعني أتكلم عنها بخصوص امتحان القبول الخاص بقسم الترجمة الإنجليزية في التعليم المدمج أو في أي جامعة على فكرة. يعني الامتحان ده هو امتحان قبول بأي قسم لغة إنجليزية، مش هيخرج من نطاق البوينتس اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده. أتمنى أكون أفدتكم، وإن شاء الله يكون الموضوع مفيد للجميع، للناس اللي عندها امتحانات قريب إن شاء الله تكونوا جهزوا، يكونوا كده جاهزين ومطمنين، والناس اللي لسه عندهم وقت لامتحانهم إن شاء الله هيكون لنا أكيد لقاء تاني هنبلغ بيه قبلها إن شاء الله، ونتواصل دايما ونلتقي، وابعتوا لي على الكونتاكتس بتاعتي زي ما اتفقنا في أي أسئلة أو أي استفسارات. طيب هنقفل الليكتشر دي على كده، ويبقى كده احنا خلصنا كل ما يخص الامتحان او كل ما يخص امتحان القبول. اي اسئله تانية هنعمل لها سيشن تانية دلوقتي. اوكي، ومعاكم ان شاء الله. هنقفل الليكتشر دي على كده. Thank you so much. اسمي دكتور اشرف فهمي، انا اتشرفت بوجودكم، وشكرا لتركيزكم ووقتكم، وأتمنى أكون مفيد لكم دايما. باي. نفس اللينك نقدر ندخل عليه إن شاء الله الأسئلة والاستفسارات.